يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. النهاردة نبدأ حلقتنا مع حضراتكم بالحدث الأبرز. إيه هو الحدث الأبرز؟ هو مشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسخة الثانية من القمة الروسية الإفريقية اللي هتعقد في سان بيترسبرغ بمشاركة 49 دولة. بكل تأكيد يعني فاكرين القمة دي تم تدشينها سنة 2019 وقت رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وعقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت رئاسة المصرية الروسية المشتركة. طيب القمة دي أهميتها إيه، أو القمة دي بتعكس إيه؟ القمة دي بتعكس حاجتين. أول حاجة إنه أفريقيا الآن أصبحت قوة وأصبح لها ثقل على المستوى الاقتصادي والتجاري وأيضا السياسي، ومن هنا الحقيقة جت أهمية هذه القمة في توسيع التعاون بين أفريقيا وروسيا، أيضا تعميق العلاقات المتميزة والقوية جدا والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، أيضا تعزيز التشاور فيما يتعلق بالتحديات المشتركة. ده من جانب. من جانب آخر هي العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، واللي بتعتبر الحقيقة علاقات تاريخية لو احنا بنتكلم على العلاقات المصرية الروسية تحديدا. هذه العلاقات اكتسبت طابع استراتيجي مهم جدا وكبير في السنين الأخيرة. جانب آخر كمان فكرة توسيع دائرة علاقات مصر، توسيع دائرة توافقاتنا، دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. عشان كده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح في لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد على حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات مع روسيا وتطوير التعاون الثنائي لمستوى تستحق هذه العلاقات بين البلدين. وبالمناسبة احنا بنتكلم عن عمق هذه العلاقات وتاريخ هذه العلاقات، عمرها 80 سنة من التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية. عشان كده الجميع بيعلق أمال كبيرة جدا على الخروج بنتائج مهمة في البيان الختامي للقمة الروسية الأفريقية اللي هتعقد النهاردة. عيون العالم كله متجهة لهذه القمة، خاصة في هذا التوقيت، توقيت دقيق جدا جدا جدا، ويعني احنا داخلين تقريبا سنة ونص في الأزمة الروسية الأوكرانية، ومؤخرا الأزمة المستجدة وفكرة انسحاب روسيا حتى من اتفاقية الحبوب، وحوار وسجال دائر حول نيتها أنها تعود مرة أخرى بشروط أو أنها لا تعود. وطبعا بالنسبة احنا نتكلم على قصة الحبوب دي يعني بالنسبة للعالم قصة يعني خلينا نقول مقلقة بشكل كبير جدا جدا جدا. فكرة وجود مصر النهاردة في هذه القمة بوجود 49 دولة زي ما قلنا لحضراتكم، أعتقد العالم كله مترقب مخرجات هذه القمة، مترقب نتائج هذه القمة، لأنه زي ما احنا شايفين المناوشات حتى السياسية اللي بتحصل طول الوقت بعد أزمة روسيا وأوكرانيا. نكون طبعا في متابعة مع حضراتكم لمخرجات هذه القمة أول بأول. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، صباح الخير والسعادة عليكم. صباح الخير يا مصر.